بداية كيف ترى مجريات سير العملية الانتخابية؟ بسم الله أول شيء الله يسعد صباحكم أول شيء بداية يسعد صباح جلالة سيدنا عبد الله الثاني ويسعد صباح المواطنين الأردنيين. والله أول شيء مجريات هسه المواطنين على بداية الانتخاب إنه يجوا يرشحوا ضعيف حد الآن، يعني في منهم القطاع العام مداوم، في منهم القطاع الخاص مداومين. طبعا هذول كل ترويحته كيف اقول لك انه للساعة 2 الظهريات المسويات، وان شاء الله يعني هي بداية تسهل حركة للناس انها قاعدة بتبادر وتطلع على نحو المدارس انها تروح تلتقي بالمرشحين. نعم، شو سبب مشاركتك في الانتخابات وشو متأمل؟ انا سبب مشاركتي اول شيء الله ان شاء الله بالتوفيق للجميع المرشحين ان شاء الله، وثانيا انا بالنسبه والله الاساس للمشاركه تاعتي انه المرشح اللي بالعضويه ولا للرئاسه ولا للمركزيه هذا بيعمل جهد للمواطنين ومساعده للمواطنين، مساعده للشعب، مساعده لكافه المواطنين العامه. ماشي، اشكرك.